إلى نحو غير مسبوق، وصلت أسعار الأسماك في أسواق مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت عقب ارتفاع سعر الكيلو الثمد مؤخرا إلى نحو 10,000 ريال، أي ما يعادل ربع مرتب موظف حكومي. الرواتب ما تكفيك، إذا الواحد فينا يستلم 40,000 في الأسبوع بغاله 10,000 كيلو صيد، يعني الـ40,000 هذه حق الراتب راحت في الصيد. معك الخضرة، الخضرة غالية، معك الرواشن، المواد الغذائية كلها غالية. الناس هنا في المكلا وفي حضرموت بشكل عام ناس تعبانة. غلاء كبير يقابله عزوف لافت عن الشراء، وهو ما يعزوه المواطنون لضعف القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، فضلا عن تدني المرتبات وانقطاعها المتكرر. يعني بصراحة الأسعار نار كما يقولون، وكان لا يوجد في حضرموت بحر. بصراحة هذه الأسعار لا تناسب دخل المواطن، المواطن يعاني، يعني بعض الأسر لا تقتات بالصيد، مع أننا نحن دولة من أكبر الدول التي يعني لديها مخزون صيد، يعني الصيد كبير. كثير من المواطنين حتى بدلوا طبيعة أكلهم، بدل ما ياكلوا رز وصيد أكثر ياكلون فاصوليا وخبز أو حاجة من هذه كمان، نظرا لارتفاع سعر الصيد، أو يشترون الصيد اللي كان ممكن في أوقات سابقة ما حد ياكله في المكلا. الآن القربيب والحدور وغيرها الآن يعتبر من الأسماك اللي حتى هذه ما يحصل عليها المواطن بسهولة، وبحرنا أصبح الآن مستباح من كل شيء. تضاعف تكاليف عملية الاصطياد وصعوبة الحصول على الأسماك بسبب انحسارها جراء الجرف العشوائي والتلاعب المستمر بالثروة السمكية نتيجة تصدير المهول للخارج، إضافة لعمليات القرصنة، تلك أبرز أسباب ارتفاع الأسعار بحسب الباعة والصيادين. استياء عارم من قبل سكان مدينة المكلا الساحلية حيال التضخم الهائل في أسعار الأسماك التي تعد العنصر الأساسي في وجبتهم اليومية، وهو ما أثار تساؤلات كثيرة تجاه دور السلطات في ضبط الأسعار ومحاسبة المتلاعبين. محمد عمر، قناة بلقيس، المكلا.